أنا كنت معلمة وكنت أحتاج وسائل، كنا نصنعها ورقي، فكان الورق مع استخدام الأطفال يخرب بسرعة. فأنا لما صرت منسقة حبيت أن أنا أوفر وسائل بجودة عالية للمعلمات. تتميز مكتبة دار التلميذ بأن تصميم الوسائل هي تصميم قطري تخدم جميع المراحل الدراسية. طبعاً يتميز معرض الكتاب الدولي أنه هو شامل، فيه أفكار كثيرة، فهذه فرصة لنا إحنا كناشرين أو فرصة لنا إحنا عندنا أفكار، ونتمنى إن شاء الله كل سنة يكون موجود معرض الكتاب الدوحة الدولي.